تسلمت الجزائر واليوم هبة من قبل صندوق قطر للتنمية متمثلة في 10 أطنان من المساعدات الطبية المختلفة، وستليها مساعدات أخرى. هذا وقد أشرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد بمطار هواري بومدين الدولي على استلام هذه الهبة. في إطار تضامن دولي وبالخصوص تضامن بين دولتين عربية، بين دولة قطر ودولة الجزائر بمساعدتنا بهذه الهبة. هذه طائرة من الطائرات اللي تقدمت الجزائر لتزيد في المخزون، وطمأنا بمخزوننا وبكل ما نتقدم به باش نزود المخزون لمحاربة هذه الجائحة. هذه مساعدة طيبة فيها 10 أطنان من المعدات والبضاعات والمستلزمات الطبية الواقية لمحاربة هذا الفيروس. في إطار العلاقات الأخوية المميزة بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية والعلاقات بين الشعبين وبين الحكومتين، أمر سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر المفدى بتوجيه هذه الهدية، نعتبرها هدية للشعب الجزائري الشقيق، وهي جزء بسيط من رد الجميل لهذا الشعب العظيم. والحمد لله هذه مجرد بداية لزيادة المخزون الاستراتيجي عند الأشقاء في الجزائر، ونتمنى للجزائر دوام التوفيق إن شاء الله.